أولا كمية من الوعي لا يمكن أن تجديها في أي شعب آخر في العالم، كمية من الجرأة لا تجديها في أي شعب من العالم. زي ما كانوا بيضحكوا كده زمان يقول لك عندنا في الصعيد الولاد بيقرقشوا رصاص، ولا همه بيضرب ما بيضربش، هو عايز يوصل لحظة معينة، مش مهم النتيجة إيه. كمية من الإصرار على أن ما يجري ده مش بتاعنا، أنت عارفة زي ما نكون بنشوف حاجة مش طبيعية وبنصورها كنوع من إيه، إن إحنا نتنضر بيها، لأن مش دي مصر. طبعا لا مصر أبدا تقبل إرهاب. صحيح. ولا تقبل هذا السلوك الشاذ، ولا تقبل. ومين اللي أنقذ الكنيسة وقعد ينادي على الناس؟ مواطن مسلم. صحيح. ومين الجامع اللي قعد يقول الحقوا يا أخواننا ده فيه هجوم على الكنيسة؟ فين شوف انا لفيت كتير دي تلاقي فين ده في العالم؟ ما تلاقيش. صحيح. وشفنا عم فعلا صلاح، كيف افسر عم صلاح اللي جري على الارهاب مثلا شد منه السلاح، فين ده تلاقيه؟ يعني فعلا كيف افسر ما لا يفسر؟ هذه هي الكيمياء المصريه التي حار العلماء، كل العلماء الانثروبولوجيا وكل مستويات العلم. صحيح. في تفسيرها. صحيح. هذا هو، وهذا هو الوعي الذي نتمناه للشعب المصري أن يستمر ويدوم، لأن الإرهاب لا يمكن للشرطة أو الجيش فقط أن يقاومه. وقلت هذا ربما مرارا وتكرارا، أن هذه الحالة المسمى بالإرهاب وهو مفهوم واسع جدا لجرائم، لمجموعة جرائم، لا يمكن أبدا التعامل معها بشكل أمني فقط، وإنما من خلال هذا يجب أن يتم تعميم هذا النموذج من الوعي حتى يمكن تفادي. خدي بالك بعد كده حتى أي إرهابي أو أي مجموعة تفكر تعمل حاجة في البلد دي هتحسب مليون مرة. صحيح. لا هيهمها بقى إن الطريق فاضي ولا مش فاضي، لا هيهمها الناس. صحيح. هيهمها الناس، هيهمها يعني إنه لا يمكن يفلت. صحيح. لا يمكن يفلت من العقاب، ولا يمكن يفلت من مش الشرطة اللي هتضربه بالنار، ده الناس اللي هتمسكه زي ما حصل. صحيح. ناس يعني منظر، يعني أنا كنت في غاية الحزن طبعا. طبعا. وفي غاية السعادة في نفس الوقت، وفي غاية الانبهار. صحيح.